بآي ويتنس اليوم عم نشهد على قديه قادرة تحقق المرأة اللبنانية وين ما كان، وين من وضعت، وين من وجدت، وإذا كان هالشي رح يترجم على الأرض بلبنان هيدا هو الهدف الأساسي. بتصور الهدف بكل العالم أنه المرأة تكون عم تاخد مكانة اللي هي بتستحقها. اليوم بآي ويتنس عم نستضيف السيدة خلود الوتار قاسم الموجودة معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا لك. اليوم سيدة خلود القاسم عينت منسقة للبرلمانيات العالم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهيدا أكيد يعني فخر للبنان. هل يعني هالمكان يلي ما بعرف، هلا بنشوف خلال مسيرتك أو خلال مقابلتنا مش ضروري إنه تحصل عليه لأنه منك برلمانية، ولكن كونك كمان ناشطة اجتماعية، بكونك في الحقل السياسي، بكونك كمان ترشحتي للانتخابات النيابية عن بيروت بال 2013-2014، وكون عندك حماس كتير كبير وصلتي لهون. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أول شيء أنا بدي أتشكرك لأنك استضفتيني، وأنا بتشكر أكيد محطة الام تي في. عن جد هيدو مش مجاملة، ولكن لما عطول بتتبنى أو لما عطول أي محطة، مطلق أي محطة، بتشوف في طاقة معينة وهالطاقة ممكن تكون مفيدة للمجتمع فبتتبنيها وبتستضيفها بمحطتها، هيدا بيكون أكيد شكر كبير لإلهم. أهلا وسهلا فيك. منسقة البرلمانيات العالم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني شو وشو بيطلب منك هالبوست؟ للحقيقة هي مثل مؤسسة اسمها Women in Parliament Global Forum. هن بلشوا أول سامت، أول قمة عملوه بال 2013 ببروسل. وأنا دعيت، ما بعرف إذا في عنا وقت خبرك القصة هيك، بس إنه دعيت بطريقة مش مفروض إنه أنا أكون موجودة لأنه I'm a non-parliamentarian، ولكن عرفت عنا وقلت لهم إنه أنا لازم أكون موجودة لأنه أنا حجيب تغيير على مجتمعي وعلى العالم يعني إذا بقدر. فهني انبسطوا بحماسي ودعيوني لحتى يشوفوا مين هيدي. هيدا الديفرنس بالمجتمعات برا بالغرب، انه لما بيشوفوا طاقه بحبوا يستثمروا فيها لانه طاقه الانسان هي اقوى من اي شيء. هي لانه طاقه الانسان ممكن يطلع منها افكار، ممكن يطلع منها خلق، ممكن يطلع منها مطلق اي شيء منيح للمجتمع. قاسم، يعني انت غير برلمانيه وما بحق لك تكوني بهالمكان، وبتعرفي هالشيء كثير منيح، ولكنك كمان يعني عندك اصرار واقدام. يعني لو كان في طاقه ومنخبيها ومنسكر عليها ولا نقدم، كاتيا هيدي هي الطاقه اللي هن شافوها واللي هن حبوا انه انا اكون موجوده، لانه شافوني مصره، شافوني محمسه، شافوني انه انا حابه اجيب هالتغيير اللي انا من فيه، فاستضافوني عندهم وتميزت أنا بقلب بهذا المؤتمر. تميزت مشان هيك دعيوني على مؤتمر تاني برواندا، يعني كان تاني مؤتمر لإلهم كان برواندا، وبالفعل رحلتي على رواندا أنا استضفتوني هون بالام تي في وحكيت عنه. مؤتمر رواندا خليني اطلع على الحياة من منظار مختلف لي، لأنه هي بلد مرقت بحرب أهلية، حرب مدمرة حتى أكثر من حربنا. بظرف 3 شهور اندبح 1 مليون شخص، كانوا قدروا أنه ياخدوا قرار سياسي وجماعي، يعني قرار يعني المجتمع مع السلطة، لأنه بتعرفي دايما السلطة هي انعكاس عن المجتمع، فهذا لما بيكون القرار بين الاثنين هيدا بيعمل الفرق. فالواحد ما فيك إلا ما تنعجبي بإقدامهم وبقدرتهم على التغيير. السلطة انعكاس عن المجتمع، وكمان مشاكل المجتمع انعكاس على قد ايه قدر السلطة تعمل شيء، أو قدر السلطة تكون يعني هو يقال كما تكون يولى عليكم. سؤالي موجودين بالسلطة، نحن دايما نقول السلطة السلطة السلطة، ما نحن هيك ونحن نحن مثل بعض، نحن مثل بعض. شو اللي بيختلف قليلي؟ لما بيكون في قضية اللي هي محقة للبلد لازم كل العالم تستنفر، لما بتحس انه حقوقه عم تتاخذ منها مش لازم كل العالم تستفر. منقوم شو منعمل؟ منروح على حفلاتنا، منروح على سهراتنا، سوري بدنا ننبسط، ما قلنا جلادي. وحتى وقت منتحمس ومنقول نحن بدنا نعمل هالتغيير،
اليوم بس ثاني يوم ما قلنا جلادي. ما حدا عم يقول ما تروحوا على سهراتكم وحفلاتكم، بس كمان تحملوا مسؤولياتكم. دفنتلي. بس انت وقت بدك تبلشي كاتيا، بدك تبلشي بشيء، لازم لحتى تقدري تجيبي التغيير لازم يكون في اصرار، لازم يكون العمل متكامل لحتى تقدر تجيب التغيير. وفي تضحية بدها تنعمل. ما فيها تكون بالويك اند، ما فيها تكون بالليجر تايم تبعيتنا، يعني بوقت فراغنا، لا، بدها تكون بوقتنا، تكرسي وقتك لها لحتى تقدر تجيبي مطلق اي تغيير. لحتى العالم يشوفك انه انت وقت عم تدافع عن حقك انت جدية بكلامك، انت مش عم تمزحي. وصلتي لهالسمت للوومن ان بارلمنت، هيك اسمها، وصلتي لهونيك. خبرينا بس كيف يعني استقبلوك، شو كان، بما انه منك برلمانيه ومبدئيا كل الموجودين هن برلمانيات. مزبوط. انا قلت لك بعثت لهم ايميل وقلت لهم انه انا حابه احضر مؤتمر بروسل، قاموا قالوا لي انه انت ما لك حق لانك يو ار نون بارلمنتيريان. قلت لهم بصراحه استفزيتوني لانه انتم بدكم شخص بدكم نساء اللي هي حتجيب تغيير لمجتمعها. I want you to memorize my name. اسمي خلود الوتار قاسم. أنا مش بس حغير بمجتمعي ولكن حغير بالعالم. أنا قلت بقولة يعني and I believe in myself، مش معناتها أنه أنا ما بؤمن بنفسي، لا، بس أنه أكيد عندي الباشن. طول ما أنا عم بشتغل وعم بؤمن وعم حاول غير، ليش لا؟ كل اللي بدي اقوله خليهم يوصلوا وبعدين شو ما بعدين شو ما بيصير. رجعت كتبت اسمي ببولد هيك بكبير، خلود الوتار قاسم، عم بيبعثوا لي اونر انفيتيشن. بصراحه انا حسيت انه واو، تاثروا بهالاصرار يعني الشجاعه. حطوني بموقع حتى بقلب الاتحاد الاوروبي بمركز بالضبط وراء رؤساء الدول. يعني انا حسيت حالي انه ريلي بريفليجد يعني هيك. فلما بتحسي حالك لما بتشتغلي انت وبتلاقي اللي عم تشتغلي عم تلاقي نتيجته، بتصير بتزيدي شغل، بتصير بتتشجعي. للاسف ببلادنا نحن لما بتشتغلي وما بتكوني انت ما بعرف بتتصرف بطريقه محسوبيه او بطريقه تظبيطات، هيدي الثقافه هيدي بتصير بتتكسر مقاديفك، يعني ما بيعودي تحبطي. هلا انا بصراحه كل الحياه بواجه مصاعب، بس الحمد لله بحياه عمري لم احبط. عم نشوف صور هيدولي، هيدي شايفه، هيدا عملته بزنس كارد لإلي. اذا بتوقفوا عند هالصوره، عملت كارت بس خلصوا، عملت كارتي من خريطه لبنان. لانه في احدى المؤتمرات جيت قلت لهم انه انا من لبنان، فقالوا شو هيدا لبنان، ما بيعرفوا شو اسمه لبنان. فبالمؤتمر الثاني عملت بزنس كارد حطيت من خشب لبنان لحتى ما حدا كمان يزته بين بزنس كاردز تبعولهم، وكتبت اسمي على قفيه، وكنت عم باخذ معي كادويات كمان من لبنان لحتى اعرف عن بلدي. اخذت معي بروشورات ووزعت على كل العالم وعم اقول لهم انه شوف لبنان. وبمؤتمر رواندا قلت لهم بدي اياكم تعرفوا انه لبنان اللي حضرتكم ما بتعرفوه، جيسس اول اعجوبه عملها ببلادنا بقانا. قاموا قالوا لا هو نعمل بإسرائيل يعني هونيك. قامت قلت لهم أبدا، قبل سايكس بيكو كان الخليل بيمتد من قانا سوري الجليل قلت الخليل الجليل بيمتد من قانا للجليل، وقانا هي المغارة موجودة عنا، لازم يصير في حج على بلادنا من قبل الكريستيانز بالعالم. سو عجبتهم الفكرة كتير، يعني واو إنه هني عن جد. وحتى هون ببلادنا مين قديش في عالم تطلع وقدي هي جميلة وقدي هي حلوة. هيدي بس الصورة اللي قبل. إذا فينا نرجعلها بليز. بإثيوبيا. هيدي بإثيوبيا مركز الاتحاد الأفريقي. كمان كان واحد من المؤتمرات. بإثيوبيا أعلنوا نساء برلمانيات العالم إنه سنة 2030 المرأة ستقود العالم. وهن عم يشتغلوا شباب، ما تحسوا حالكم مستهدفين. مستهدفين، نحن بنحترمكم اكيد. لا، المرأة كمان ستقود العالم، رح يكون لها حق. لقلك هو لأنه من خلال العالم كله، خلال التاريخ كله، معظمها كانت القادة هن رجال، بس برهنت عن حروب وعن قتل وعن دمار وعن بيعتبروا المرأة هي عامل سلام بالإضافة لعامل قوة. يعني المرأة إذا بدك تاخذي إكزامبل الأم إذا ما كانت حازمة وحاسمة وقاسية ما بتقدر تربي أولاد. أنا عندي ثلاث شباب،
ثلاث شباب اذا ما كنت واقفه حدهم وكنت قاسيه بكل الوقت، اكيد حنان مع قسوه، قسوه بمحلات لازم تكوني قاسيه فيها، وحنان وقت هن بيحتاجوا لحنانك ومحبتك. هذا عم نحكي عن تحمل المسؤوليه، لكن عم نحكي عن نفس الوقت يعني انت بدك تتحملي المسؤوليه بكاملها والا ما تاخذي الجاب اللي انت بتدعي انه انت هيدا الجاب لإلك. تنشوف شو وضعنا، هيدي خريطه نساء وومن ان بوليتكس. اوكي مركز لبنان. وين لبنان؟ هلا هون على هيدا الخريطه بال 2014 كان مركزه بال 139 من اصل 145 للاسف. مركز المراه في السلطه ببلادنا اذا كنا بالبرلمان بنعرف انه 3.6 من بعدنا، مع احترامي لكل دول العالم، من بعدنا اليمن يعني مع احترامي لكل العالم. نعتبر حالنا سوري كاتيا انه نحن بلبنان مثقفات مثقفين، نحن قادرين. هيدي كلمة الثقافة هي مش بس كلمة، هي فعل، هي ممارسة على الأرض، هي شهادة. أنت موجودة، لا مش شهادة، فيني يكون أنا معي 10 شهادات وغير مثقفة وما عندي، ما بعرف أتواصل مع العالم، ما بعرف أعطي هالثقافة اللي أنا تعلمتها، ما بعرف أعكسها على مجتمعي. صحيح، الثقافة هي فعل. بعنا كتير وقت بس نرجع لهالبوست اللي أخذتيه وهالتنسيق، شو هو بالتحديد يعني شو بيطلب منك؟ هني إنفاكت هي مؤسسة بيتعاملوا مع برلمانيات العالم. نعم. فقط هدفهم أنه يجمعوا البرلمانيات لحتى يعلوا صوت المرأة ولحتى يساعدوا المرأة توصل على البوليتكس. يعني لازم يكون بكل دول العالم في نساء بالسلطة، ولو كان من بمرحلة أولية تكون من خلال كوتا لحتى تقدري تخرقي هيدا الحائط السيمنت اللي بيكون مع الوقت. شو رح يفيدنا التنسيق بيننا وبين الدول يلي نحن كنساء تقع تحت؟ مزبوط. أنا واجبي أنه أنا أجمع برلمانيات الدول العربية وشمال أفريقيا والغالف كمان إيريا، أجمعهم لحتى نشتغل على مؤتمر حيصير إن شاء الله السنة الجاي بالأردن بال 2016 حتى بيجتمعوا النساء لما بيتواصلوا مع بعض مفروض يرجعوا على بلادهم ويساعدوا تحسين وضع المرأة ببلادهم. بيتهيالي أنه هالمكان يعني كان يمكن المفروض أنه يكون في برلمانية بهالمكان، بس بمجتمعنا وبسياستنا يعني اللبنانية والإقليمية يمكن منيح أنه يكون في شخصية غير برلمانية ومنا محسوبة على حدا لحتى اللي تقدر تعمل هالشغل للحقيقة. أكيد أنا بصراحة يعني الله بيدبر. إذا أنا بتعرفي شو، أنا كنت موجودة بمؤتمرات صحيحة عالمية وأنا عطول أقول أنه أنا بصفة غير رسمية وأنا مني برلمانية ولكن أنا عندي كتير كلام أقوله، فكان عندي الحرية بالكلام. نعم. واللي هو أكيد انعكس بطريقة منيحة كتير لبلدي. منتبع أكيد كل تطور كمان بهالعمل، وأكيد أنت في وقفة حد المرأة أو حد كل شخص على كل حال، ما بقى نميز بين مرأة بين رجل أو بين أي أو بين الأديان أو بين أي شيء تاني، تيكون بس الشخص اللي عنده القدرة هو اللي يوصل لنقدر نحل مشاكلنا. يعني أنا بس ما يمكن ما في وقت، بس بدي أقول هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدي 21 بيقول إنه كل إنسان له الحق إنه هو يكون موجود بموقع القرار، كل إنسان إذا كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. سو هو ما قالوا إنه والله كل رجل، هو كل إنسان إذا كان امرأة ولا رجل، فكلياتنا عنا الحق إذا كنت قادرة. أهلا وسهلا فيك. أنا بتشكرك. مشاهدينا وقفي هلا ونرجع منتبه نحن وياكم ألايف، خليكم معنا.